شاهدوا حصان، الحصان اهو في حديقة الحيوان الجميل. بص بسم الله ما شاء الله، ده منظر الحصان. طبعا هذا الحصان بلدي عادي، مش عربي اصيل ولا حاجة يعني، وحبيت يعني اوريكم منظره وشكله الجميل الرائع، يعني حاجة بصراحة في قمة الجمال وقمة الروعة. طبعا ده موجود في حديقة الحيوانات القاهرة الدولية، المكان بتاعه في مدينة ناصر، وحبيت اوريكم منظرها. بصوا يا جدعان شكلها الجميل والاليف، حاجة بسم الله ما شاء الله. منظر الحصان اهو طبعا احمر اللون، وهنا تكون نهاية هذا الفيديو. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.